التكتل النقابي يتجه نحو إخطار المجلس الدستوري بعد أن قاربت مرحلة جمع مليون توقيع لعمال مختلف القطاعات وكذا نواب البرلمان على النهاية، حيث تستعد النقابات المستقلة لتسليم التوقيعات للمجلس الدستوري والتي تضمنت رفضاً قاطعاً لقانون التقاعد الجديد. بعد الموافقة على إمضائه من طرف أكثر من 50 برلماني، الآن العملية راهي في مرحلة الإمضاء، حوالي 30 أو 35 برلمان اللي إمضوا لحد الساعة، والباقي من المفروض في هذا الأسبوع ستنتهي المهمة. مشيها في الميدان، يعني مشيها بطريقة جيدة، وليس فقط في الوظيفة العمومية ولكن أيضا في قطاع الاقتصاد، كما الزملاء اللي راهم في سوناطراك يعني شاركوا في إمضاء هذه الوثيقة. النقابات المستقلة اعتبرت إخطار المجلس الدستوري خطوة مهمة في سلسلة ردود أفعال الطبقة الشغيلة حول قانون العمل الجديد الذي تضمن إلغاء التقاعد النسبي، ما أنجج غضب الآلاف من العمال. نحن نريد أن نقوم بجميع الإجراءات والخطوات الممكنة لإخطار الجميع يعني وضع الرأي العام أمام إشكالية مطروحة. إذا كان هذا لم يتم، نحن هذا المطلب هو مطلب من مطالب التكتل النقابي، ونضالنا متواصل إلى غاية افتكاك المطالب المرفوعة. أمال كبيرة تعلقها إذن ما يقارب 13 نقابة مستقلة على المجلس الدستوري بعد أن فشلت مساعيها في إقناع السلطات الوصية بالعدول عن إلغاء قانون التقاعد النسبي، رغم سلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي قامت بها منذ أكثر من سنة.